اليوم وقت معنا واحدة من أهم المحطات والاستحقاقات المتعلقة بالانطلاقة ديال الامتحان الوطني من بعد ما شفنا الأسبوع الماضي على امتداد 11 أيام التمرير ديال الامتحانات الجهوية بقطبها العلمي والأدبي. اليوم الامتحانات الوطنية كنشوفوا الأجواء كيف كتدوز وكنعرفوا التعبئة والتهيئ التحضير لهذه العمليات هو يمتد لعدة أسابيع بل عدة أشهر بتنسيق سام لا مع المنتسبين داخل المنظومة ولا مع الشركاء ديالنا من إعلام من سلطات أمنية من أمن وطني الدرك السلطات الولائية والعملاتية القوات المساعدة الوقاية المدنية إلى غير ذلك. فاليوم الإحصائيات الحجم ديال الإحصائيات ديال المترشحين لهذه العملية هذه كيبين لكم الحجم ديال المجهودات الجبارة اللي كدار والحجم ديال الانتظارات. فمجموع ديال المترشحين على مستوى مديرية أكادير داو تنان فقط يناهز قريبا 23,000 مترشح ومترشحة من ضمنهم قريب 8,000 وشي حاجة تقريبا في الامتحان الجهوي، الامتحان الجهوي بشقيه القطب العلمي القطب الأدبي بما فيه الأحرار. هاد 23,000 من ضمنها 1950 تقريبا ديال المترشحين الأحرار ومدينها قريب 9,000 مترشح ومترشحة ديال الامتحانات الجهوية. أيضا كتم التعبئة ديال ما يناهز 1200 تقريبا مورد بشري لهذه العملية المراقبين على امتداد هاد الاستحقاقات كلها للجهوية ولا الوطنية وفرق ديال التتبع ديال الجوده في داخل هذه المراكز واحد 8 ديال اللجان على مستوى المديريه الاقليميه وشي تقريبا ما يناهز نفس الرقم تقريبا على مستوى الاكاديميه الجهويه. وهناك احتمال كبير تزورنا ايضا مراقبين ديال الجوده على المستوى الوطني. فالحجم ديال العمليه كله كنشوفوا التعبئه والحرص الشديد. علاش؟ لانه الجواب الوحيد اللي كيبقى هو الضمان ديال الشفافيه وتكافؤ الفرص بين وليدات المغاربه جميع. فالملاحظه الاولى والانطباع الاول كيف وافقنا قبل قليل وكيف وافقنا حتى في النهايه ديال جميع المواد اللي تمروا في الامتحان الجهوي فكان انطباع جيد جدا ديال جميع المترشحين. يمكن نقول لك انا المراكز اللي مرت بها وكان نوضع السؤال على التلميذات والتلاميذ ديالنا المترشحات والمترشحين فيمكن نقول لك لا اكاد بانه يمكن نجزم بانه جميع الانطباعات كانت في المستوى بانه الامتحانات والاسئله كانت في المتناول وهذا اكيد غيكون عنده انعكاس على مستوى النتائج. نتمنوا نصف الانطباعات نخرجوا بها ان شاء الله من هذه الايام ديال الامتحان الوطني. الامتحان الوطني بدا اليوم القطب العلمي في 3 ايام من بعد مباشره ان شاء الله غادي ندوزوا للقطب الادبي ان شاء الله. كلمة شكر أخيرة في حق جميع وسائل الإعلام الواكبة وجميع السلطات والأجهزة الأمنية والولائية إلى غير ذلك.